تمام. يبقى انت عندك الجزء الاولاني من اللارينكس اللي هو اللارينجايتس، ده التهاب بيحصل في اللارينكس سببه غالبا بيكون فيروس او بكتيريا، تقسم لاكيوت وكرونيك. الاكيوت في منه سبيراتيف ونون سبيراتيف زي الكاتارا انفلاميشن والسودوميكس. الناحيه الثانيه احمد الكرونيك، الكرونيك بيتقسم لحاجتين سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. قلت لك وانا بشرح ال الرايمس كيروما انها ممكن تعمل اكستنشن لللارينكس، وفي الحاله دي كانوا بيسموها لارينجالس كيروما. فدي من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل عندك كرونيك سبيسيفيك. طب ويا كرونيك نون سبيسيفيك نفس الكلام تعمل اتروفيك هايبرتروفيك. بالنسبه لي الانفلاميشن اوف لارينكس ولا تهمني في اي حاجه تمام، لانها كده كده بتحصل مع اي ديزيز. هو كل اللي تعرفه بس ان فيها هورس سبورت، مش هو ده المهم. المهم نوع من انواع الكرونيك نون سبيسيفيك، وده بيبقى معاه هايبرتروفي فين؟ اللي هو كرونيك هايبرتروفي. الموضوع ده بيحصل، بص بقى ادي اللارينكس، هو بالمناسبه صحيح اللارينكس اللايننج الابسيريوم بتاعها بتفرز حاجه ده، وطالما ما بتفرزش يبقى ملهاش سكريشن، وطالما حاجه ملهاش سكريشن عندك يبقى اللايننج بتاعها ايه؟ سيرفيس. السيرف طالما كلامنا يعني سكريشن مش كلامنا. ايه اللي بيجي يعني ترانزيشنال؟ لا. معنى انها ما بتفرزش سكريشن يبقى قدامك سيرفيس ابسيريا. سيرفيس ابسيريا عندك هما حاجتين، ايه هما؟ ترانزيشنال اسكويرز. والترانزيشنال مكان معروف صح، يبقى هو ده السكوينس. والله اني قلت لهم تحت سكوينس، بس مين اللي السكوينس بيبقى في انهي جزء؟ السوبر جلوتك ممكن ساعات بيبقى فيه شويه سكريشن عشان موجوده جنبه كده، فساعات الجهود منه ممكن يكون سكوينس، بس برضه الغالب في اللابس كلها هو السكوينس الخطير. النقطه دي هحتاجها. الجزء اللي بيجي ممكن لو جه في اللارنكس عشان فوق شويه، الجزء اللي بيجي في اللارنكس حاجه اسمها كرونيك هايبرتروفيك لارنجايتس. اتفقنا قبل كده كلمه كرونيك هايبرتروفيك لارنجايتس، واحد حصل عنده التهاب بس الالتهاب ده عمل هايبرتروفي في النيجوزا. قلت لها ايه؟ معنى كلمه هايبرتروفي في النيجوزا يعني في ايه؟ في شويه حاجات كده هتلاقي النيجوزا عندي او الكورد نفسه حصل فيه ايه؟ هايبرتروفي، فظهر في شكل نيجيول. هنا بقى ده سؤال بيجي في الامتحان اسمه سنجر نيجيول. ايه بقى مصطلح سنجر نيجيول ده؟ احنا اتفقنا قبل كده قلنا الصوت بيطلع ازاي؟ نتيجه اهتزاز الفوكال كورد. طيب واحدة شغالة في الأوبرا يا أولاد تمام، أو في مصر زوجة مصرية قاعدة في بيتهم فصوتها ما شاء الله جاي بآخر الشارع كل يوم، صوتها عالي وجايب الدنيا كلها، وده بيسموه حاجة اسمها أبيوز أوف فويس، سوء استخدام الصوت. ربنا إداك شوية صحة فهي اللي بتشتغل. لما هتبدأ تطلع الأوبرا والسوبرانو اللي جواها يا أولاد هيبدأ الصوت يهتز ويبدأ الفوكال كورد يهتز، بس الاهتزازات دي هيرقص، ده مش هيهتز كده قوي. فالبوكال كورد هيبدا يهتز اهتزازات قويه جدا، فهيبدا في حتت تتقطع في البوكال كورد، يبدا يحصل فيها شويه سلايد انجري كده. طيب السلايد انجري مع البلاد فيسلز اللي موجوده هنا بتقطع البلاد فيسلز ويحصل مينيمال بليد، ويبدا يقول لي نير باي فايبرونز، فيبان المنظر قدامك كده. يبقى تاني ايه اللي حصل؟ ده حاجه بيسموها ابيوز اوف فويس، سوء استخدام الصوت. يعني ايه سوء استخدام الصوت؟ ان واحده بالذات لو كنت بتسميها الحمد لله صوتها ما شاء الله طويل قوي وانفاس والكلام ده، والصوت تمام لخبط كده يعني. يلا معلش تمام. الفكره كلها الفوكال كورد بيتحرك، بس كل ما زودت الفايبريشن بتاع الفوكال كورد كل ما بيسموها البيتش، كلمه بيتش يعني طبق الصوت او حته الصوت، فبتبقى عاليه قوي. المهم في الاخر الحمد لله هيحصل العين اللي عارف الناس بالصوت بتاعه العالي اللي هو اكيوت فويد هيحصل له ايه؟ هيحصل عنده انجن. ليه سموها سنجر نيجيول؟ لان معظم الناس الاوبرا والكلام ده كله بيبقى الاصوات بتاعتهم فاضيه على الاغاني.
تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ الانج ده بيجي في بليدنج، مينيمال بليدنج، وبعد كده يحصل كوليكشن من البلاد والفايبروتيك تيشو، ويحصل هيلينج، وبعدين يعمل لك نيوكليوز صغيره. تمام؟ هو ده السينكر نيشو. ماشي. اهم حاجه بقى في الانالكس كلها الجزء اللي جاي ده التيومرز اوف الانالكس. مهم قوي. دلوقتي انا قلت لكم ان اللانكس اللاين اكسيريم الغالب فيها هو ايه؟ ويلو، صح؟ بنطلع منها بلانك تيومر. يعني بقى على الوهم والابداع بقى لما الاقي واحد شاطر يقول لي اسم التيومر ده ايه؟ سيرفس سيريال تيومر، صح؟ بناني يبقى اسمه بابيلو، صح؟ مش سكومس سيريال يبقى بابيلو. يبقى اول تيومر عندك اسمه سكويمس سيل بابيلو. وده عايز تعرف فيه كلمتين بس، ايه انواعه والفرق بينهم، كلمه هنا وكلمه هنا. في نوع البابيلوما شكلها كده، وفي نوع البابيلوما شكلها كده اهو. ايه الفرق؟ سنجل ومالتيبل، تمام؟ ده سنجل وده مالتيبل. طب المالتيبل ده انه بيحصل دايما فين؟ جوفينايل. يعني ايه كلمه جوفينايل؟ في الاطفال. اما سنجل مين اللي بيحصل فين؟ في الاطفال. يبقى انت عندك كام نوع؟ نوعين، مالتيبل وسنجل بابلو. ماشي. مين اللي تخاف منه اكتر؟ السنجل. ليه؟ يعني البابلوما دي تقلب بعد كده مالجنت تيومر. مين دي؟ هو على فكره الاثنين يقلبوا، بس مين دي؟ السنجل يقلب الى ايه؟ الى كارسينوما. تمام؟ الاثنين ينفع يحصل فيهم الليجن، بس مينلي مع السنجل. معرفش اذا كانت مكتوبه معاكم ولا لا، بس هو مينلي فعلا السنجل هو اللي بيحصل معاه العين. يبقى البناين تيومر بتاع اللاركس عليان، اعرف اللايننج ابسيريوم فعلا، وبعد كده طلع منه بناين تيومر. لايننج ابسيريوم سكوي مصيري. يبقى ليه يطلع منه ايه؟ ممكن تكون سنجل او مالتيبل. مالتيبل دي بتحصل مني مع الاطفال، وعلى فكره ده غالبا كونجنتال انومالي. يعني ايه؟ يعني في ديفكت جينيتيك وهو اللي عمل عنده البيبيدوما. اما الاكوير السنجل الادلت دي بتخاف منها لانها تقلب بكارسينوما. وهنا بقى صحصح كده وشغل دماغك معاه ان الجزء اللي جاي ده هو اهم جزء في قصه النهارده، ويمكن من اهم اجزاء الابر سبايسي بتركز كلها كانسر لانكس. نعم. البابيلوما طالع من السكومس سيريوم، سنجل سيريوم طالع من كانسر لانكس. هو عباره عن مالجنت تيومر، واحد من الكومن تيومرز اللي موجوده عندنا. بنشوف يمكن مثلا كل اسبوع بشوف حلقه او حلقتين كانسر لانكس. كانسر لانكس زي من الحالات النسويه شويه، لان انتوا عارفين علاج الكانسر ايه؟ شيل ايه؟ لا سترة. بعدين بوكر كورتر، انت شايفه من بوكر كورتر. العين ده هيتكلم ازاي؟ مش هيتكلم؟ صح؟ لا، في طريقه ثانيه بيخلوه يتكلم. في بيركبوا له كده زي ارتفيشال حاجه كده زي بيسموها ارتفيشال ماشين كده، بتطلع صوت، بس الصوت اللي بيسموه ميتاليك، صوت معدني. يعني بتحس ان في صوت غريب، او بتسمع ويسبر همس بسيط جدا، انت مش شايف اي حاجه، او بقى في الحالات اللي شايل اللانكس كلها بيكتب، هو بيكتب ده. تخيل بقى في مصر الناس بتتجاهل 90% مثلا، تمام؟ عيال لا عارف يكتب ولا عارف يشاور ولا فاهم هو عايز ايه، وجاي لك كده وانت مش عارف تعمل معاه ايه. فالكانسر لانكس واحده من الكانسرز المهمه قوي عندنا، لمشاكل كتيره بتحصل معاه. طيب الكانسر لانكس مكانه فين؟ وبيطلع ازاي؟ وايه البري ديسبوزنج فاكتور؟ البري ديسبوزنج فاكتور اللي دخل عينك كانسر لانكس لسه قايلين واحد دلوقتي، اللي هو البابيلوما مينلي كانت السنجل. واحد من ضمن الكومن كوزز اوف كانسر لانكس السموكينج.
السموكينج بيضرب لك الريسبيريشن بيضرب لك الجلد الاثنين بطويل. طيب الورم بقى يطلع منين؟ وهنا بقى اتقل كده عشان تفهم الدنيا دي ماشيه ازاي. هو بس خد بالك من حاجه يعني، بس خلينا لما نخبط كده الورم ده هيطلع من ممكن من المنطقه دي او من المنطقه دي. المنطقه دي سميناها الجلوتيك اريا اللي هي فيها الترو فوكال كورد. طب اللاينج بتاعها ايه؟ فالورم نوعه في المالجنة بيبقى اسمه ايه؟ سكويموس سيل كابشن. طب الجزء ده بيسموه ايه؟ انترنسك. يعني ايه انترنسك؟ ما ده الجزء الداخلي تمام؟ جوه في الداخل. فالكانسر لاكس اول نوع عندك نوع اسمه انترنسك. طبعا انا محرج وانا بشرح الكلام ده لان الكلام ده كله غلط تمام؟ بس عادي. لما تيجي نقول انترنسك والانترنسك بقينا بنقسمها جلوستيك سوبر جلوستيك مش على جلوستيك، لان دي ليها طريقه ودي ليها طريقه ودي ليها طريقه تمام؟ ما علينا لنا في حفريات يا ولاد. يبقى الانترنسك ده ورم بيطلع من منطقه الجلوتس وده نوعه هيبقى سكوميس كارسون. السوبرا والانفرا اللي هم بيسموهم خارج الترو فوكال كورد بيسموهم الاكسترنسك، ودول السوبرا والانفرا جلوتيك، ودول ممكن يكونوا ادينوكارسينوما واحيانا بيكونوا ويمثل كارسينوما. طيب انا عايز اسال سؤال، ايهما اخطر الانترنسك ولا الاكسترنسك؟ الاكسترنسك اخطر لسبب. مين اللي حوالين الفاتيك ويعمل سبريت؟ ايه طز البوكا كورد طار تمام؟ ما ايه يعني ما يقعد ساكت تمام؟ المشكله في الاكسترنسك والانترنسك زي ما تعرفوا ان الورم ده بيعمل انفلتريشن تمام؟ وبيبدا يعمل انفيجن انفلتريشن للسراوندنج وليمفاتيك سبريد. فمعنى كده ان المشاكل بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى اكتر. طيب الورم ده دلوقتي طلع منين؟ وبرده هعرفك ليه الانترنسك احسن. معظم حالات الانترنسك انتوا لو كانت ستيج 1 او ستيج 2 ممكن ما نعملش عمليه جراحيه، ممكن نديله جلسات اشعه هتجيب نفس الريسبونس بتاع الجراحه. وفي بقى حالات اجمل من كده، كان احد دكاتره يعني عندنا والده كان راح بالصدفه مع بنته، انتوا عارفين مبدا المصريين، كشف عليه وعلى بنته وعلى العيله كلها. المهم هو بيكشف على البنت، البنت سليمه زي الفل، فباباها قال له ايه طب ما تكشف عليها بالمره. هو دخل المنظار لقى عنده ماس، شالها حللها طلعت كانسر تمام. يعني هو الراجل كده جاي ايه خدوني معاك، هو اكتشف بالصدفه، وهي دي المشكله اللي بقول لكم عليها. الورم ده بيكون السرين بيطلع من الاسكويز، هيبدا يعمل ايه؟ ماس صح. اي مالجنت تيومر كنا بنقسمه لحاجه من ثلاثه في الجروس بيكتشر، يا ايه فانجيتنج يا السريتنج يا انفتريت. ايهما الاسوء؟ انفتريت. ومين الاحلى؟ ده. طب تخيل بقى انا عمال اقول لك ان الانترنسك احسن ليه؟ لان نوع الورم بتاعه بيبقى ايه؟ فانجيتنج. ايه بقى المشكلة او ايه الميزة الاول في الفانجيتنج ده؟ ان الماس دي هتكبر صح؟ فبمجرد ما توصل لحاجة بسيطة تضرب في مين على طول؟ فالعيان بريزنتد بهورسنس اوف فويس ايرلي. انتوا دايما مشكلة العيان في الكانسر انه بيبقى بريزنتد بالمانيفستيشن امتى؟ ليه؟ يعني هديلكم اكزامبل، عارفين عيانين الاسوفاجس؟ امتى ايه مشكلة عيان الاسوفاجس؟ ان الاسوفاجس من جوه يطلع فيه ورم فيعمل ايه؟ يشتكي من انه مش عارف يبلع. امتى يشتكي انه مش عارف يبلع؟ بعد ما الورم يكون خد اكتر من تلتين الاسوفيجس. وانا هعمل ايه؟ ما انت جاي لي وانت تلتين الاسوفيجس بتفرتك عندك. اما ميزه ده بقى في ايه؟ ان الورم بيطلع فانجيتنج وسلولي جروينج. فاول ما يضرب يضرب في مين؟ في الفوكال كورد. فالعيان ده يجي له هورسنس اوف فويس، بحه في صوته. تمام؟ واحدة الله ده انا جالي بقى حلو، الصوت بقى جميل، خلاص ايه تلفزي يا حاج تمام؟ الهورسنس اوف فويس ده المفروض انت بتروح تتعالج منه ماشي؟ طيب اتعالجت منه عمال تاخد في تريتمنت يمين شمال مش جايب معاك حاجة، المفروض الدكتور بقى بياخد هيستوري، انت سموكر يلا على المنظار، يدخل المنظار، يشوف ماس، ياخد الماس يحللها. الميزه في ايه؟ ان الورم لسه في ستيج واحد او اثنين، لسه ما عملش انفيجن ولا انفلتريشن ولا الكلام ده، وخد بالك انه مين بيبقى ايه؟ فانجي. طيب يبقى الانترنسك ده الحمد لله 80% من حالات
الكانسر تمام. ولو ان مش عارف الكلام ده بيضحكوا علينا، انا معظم الحالات بلاقيها ما علينا 80% من الحالات بتبقى جلوتك او انترنسك. هو كومون كانسر، كومون قوي. يعني مثلا ممكن نقول شفت لي مثلا بتاع 70 80 حاله كانسر دامج. الحالات بتاعته مش قليله، بس الميزه هو ممكن نقول ان فعلا اغلب الحالات بتبقى جلوتك او الانترنسك. الانترنسك افضل ليه؟ سلولي جروينج فانجيتنج. في ميزه كمان ان ما فيهوش الحته دي فيها لمفاتكس، لا، فبالتالي ما فيش لمفاتك سبريد. يعني موضوع السبريد بيبقى ايرلي ولا ليت؟ ليت جدا تمام. وحتى كمان مش انفلتريتف، يعني الورم ايه فانجيتنج، فايه بان في شكل ماس، فالهورسز اوف فويس يبقى ايرلي ولا ليت؟ ايرلي، فايرلي ديتكتد. ماشي عبد الله. ولما حللوه تحت الميكروسكوب لقوا سكويمس سيل، عرفوا منين الناس سكويمس؟ منظر المشهور بتاع الكيراتين. طب الناحيه الثانيه الادينوكارسينوما بقى عباره عن ايه يا ولاد؟ الادينوكارسينوما او الانترنسك الاكسترنسك تايب مين بيبقى ادينوكارسينوما. ده يمثل 20% ممكن يكون من السفرا او الانفرا جلوتيك. بس الايه مقلوبه، يعني مين اللي بيبقى انفلتريت؟ يعني شوف النيله بقى اكتر، يعني تخيل حته ريتش بالليمفاتيك والورم طبيعته انه ايه؟ انفلتريت. ايه بقى المشكله في انه يبقى انفلتريتنج؟ انك مش هتكتشفه. هتكتشفه امتى؟ لما يبقى بريزنتد ليك بالليمف نود. ودي المشكلة، معظم الحالات بنلاقيه جاي بحتة كده كبيرة، ناخد منها عينة نلاقيها سكويمس أو أدينوكارسينوما، ندور على العيان فين مكان الأدينوكارسينوما دي، نلاقي فيه مشكلة في النهاية. إيه المشكلة عند العيان ده؟ إنه ليت ديتكتد. طب ليه ليت ديتكتد؟ عشان كذا حاجة، نوع الورم انفلتريتد، صح؟ الحاجة الثانية ما عندكش بوكا كورد هنا، فحتى إيه لو كانت الماس دي كبيرة فالعيان ده إيه؟ مفيش عنده لا هورسنس ولا الكلام ده كله. والحاجة التالتة، المفروض أنتوا خدتوا حاجة في الأورام اسمها الديفرنشيشن أو الجريدنج. كلمة جريدنج يعني إيه؟ درجة تشابه الورم مع التشو اللي طالع منه. كل ما الجريد عليت كل ما كان التيومر ده مور أجريسيف. طب هنا الجريد كام؟ جريد واحد. هنا الجريد كام؟ اثنين أو ثلاثة. يعني إيه؟ جريد واحد دي المقصود بها الويل ديفرنشيشن، جريد اثنين وثلاثة البور والمودريت ديفرنشيشن. يبقى انت دلوقتي يا احمد عندك حاجه اسمها كانسر لاكس. اول حاجه كانسر لاكس ده مكانه فين؟ الانترنسك ده في الجلوتك، صح؟ في الترو فوكال كورد. اما ده بيسموه فولت فوكال كورد، مالناش دعوه بيه. طيب دلوقتي يا دكتوره موني، الانترنسك ده كومن 80% صح؟ سببه ايه؟ سموكينج او ويم. نوع المايكروسكوبك بيكتشر بتاعته ايه؟ مايكروسكوبيك بيكتشر سكويموس سيل كارسينوما. في الجروس بقى الماس فانجيتنج وبعد كده السريتنج وانفلتريتنج. دكتوره نادي، ايرلي ديتكتد ولا ليت ديتكتد؟ ايرلي ليه؟ عشان سهل جدا ان انا الاقي الهورسز اوف ويز. طب البروجنوزس بتاعه جود بروجنوزس ولا باد بروجنوزس؟ جود. ليه بقى؟ وده سؤال بيجي كتير قوي في الامتحان، يسالك ليه جود بروجنوزس؟ واحده واحده. اولا سلولي جروينج، صح؟ تاني حاجة فانجيتنج، تالت حاجة مفيش لمفاتك سبريد، رابع حاجة ايرلي ديتكتد. تمام؟ طب الناحية التانية الادينوكارسينوما باد بروجنوزس ولا جود بروجنوزس؟ باد بروجنوزس. ليه؟ عشان انفلتريتنج وفي لمفاتكس وليت ديتكتد ورابدلي بروليفريشن. طيب العيان ده بيعملوا معاه ايه؟ قلت لكم شيء. طب هو في مشكله صحيح، افرض يعني الراجل عجبه البورس اوف ويس وكمل، قلت له دي الحته بتاعتك معاكم صح ابوك؟ صح. هيتعالج ازاي؟ شو نفقت الدوله، العلاج على نفقه الدوله، قرار وزاري بالعلاج على نفقه الدوله، تاني كمان ست شهور يكون الراجل مات ودفن والعيال هم العيال هم اللي جابوا الكنسر وتعالجوا نفقه الدوله وارزق. هو مشكلة مبدأ المصريين في التعامل مع القرار الوزاري، هو بيعتبره حق مكتسب ليه، بمعنى ان هو جه واتعالج واديني بالباقي البان بقى، اللي هو نظام ايه؟ مفيش فلوس في القرار، عايزه يا عم عايزه، ما انت مش هتاخدهم كاش في ايدك، طب اكتب لي فيهم دواء لابن خالتي مش عارف عنده ايه،
طب بتدي مش عارف ايه، طب مفيش ده علاج حبوب منع الحمل يا حاج، دي جايه فين يعني؟ تمام ما علينا. في مشكله ثانيه ان ممكن يحصل ايه دلوقتي في الاير واي دي بقى حالات كتيره بيجي نلاقيها بريزنتد في اوبستراكشن. تمام، فالعيان ده ساعات بيجي نلاقي ده مفتوحه كده، انبوبه راكبه جوه هنا، ايه دي بقى؟ دي بيسموها تراكيوستومي. اسمها حاجه انبوبه تراكيوستومي، تراكيو يعني تراكيه، واوستو يعني فتحه، وهومي يعني عمليه شق حنجري بيشق التراكيه او اللاركس ودخل فيها الانبوبه عشان دي اللي يعرف يتنفس منها، لان الجزء اللي كان فوقيها ده كله ايه؟ حصل عمليه سيرجري وشال اللاركس. طب والراجل ده يتنفس ازاي ما انت شدت له اللاركس؟ يعني انت جيت هنا دي كده شدتها، الهواء اللي جاي من فوق ده يدخل ازاي ان شاء الله؟ خد بالك واحد هيقول لي ايه، طب ما الدنيا هو ما فعلا هتبقى فاضيه، فالهواء يدخل ازاي؟ الهواء لازم يمشي في انبوبه، فانت سعادتك بتشيل اللاركس وتروح مركب له انبوبه تنزل في التراكيه. مأساة كبيرة. الراجل ده دلوقتي عشان يتكلم بيعمل حاجة، يتنفس صح؟ هو بيتنفس منها، ولما يجي يتكلم يقفلها عشان الصوت يطلع. هو الصوت بيطلع ازاي مش شايلين ده؟ هو مركب الجهاز التاني المعدني، ما هي ما هو مركب ده. الراجل ده يجي عشان يتكلم يقفل دي، ما ينفعش يتنفس والا يجي له حاجة بيسموها جاج ريفلكس. طب ما ينفعش نركب له حاجه من البقره او حاجه زي القلب الثالث من الصناعي؟ تمام؟ هو مش ممكن المفروض ينضف، المفروض مش المفروض بتسال بتقولي ان الانبوبه دي بتفضل مفتوحه فبقول لها فبتقول يعني مش هيدخل فيها حاجه، فده كبير طبعا. مش بيقعد الجمعه ده هي اصلا احتمال تبقى جايه اصلا مركبها كويس، هي ممكن تبقى جايه احتمال نور عم نور عم الدالي نور عم الدالي. ده الجزء الاولاني بتاع كانسر لاركس، يكتب عليه سؤال امتحانات الكومبارزون بتاعت الاكسترنسك والانترنسك يا ولاد، يكتب عليها سؤال متوقع السنه دي ان شاء الله. اسئلته ما تجيش جايه زي لو بتوز ها؟ لو بتوز بطل بقى تحريك. المفروض تقولوا لو دلوقتي يا خالد عندي في كام تجميع؟ نهدى بس كده دكتوره، في كام تجميع يا نهدى؟ في كام تجميع دلوقتي كده هتلاقيهم موجودين عندك؟ اول حاجه بيجي يسالك ايه هي البروجنوزس بتاعت الكانسر لانكس، فانت عندك في حاجات جود بروجنوزس للانترنسك وحاجات باد بروجنوزس. بص اللي هو جود للانترنسك هتلاقيه باد للاكسترنسك، ماشي؟ فممكن يعني طبعا انتوا من الدفعات اللي هي اذكياء جدا جدا يعني ما شاء الله. تمام، هو ممكن يجيب لك السؤال في الامتحان ده لما تمسك الكتاب، ايه الفاكتور جود بروجنوزس للكانسر لانكس؟ او يكتبوا يعني باد بروجنوزس للكانسر لانكس، ايه الحاجات الباد بروجنوزس؟ هتعمل العكس في حالات الانترنسك. طب ايه اللي بيخلي الانترنسك جود؟ واحد ايرلي ديتكتد، اثنين كونجيتنج ماس بتبقى باينه ودي ميزه، يعني تقدر تمد ايدك وتشدها صح؟ يعني انت دلوقتي لو عندك ادي اللانكس اهي والماس جوه كده انفلتريشن، هتشيلها ازاي؟ بعكس لو الماس ايه؟ فانجيتنج، هتدخل بالمنظار تك وشيل. تمام؟ فالماس الفانجيتنج ايزي اكسسبل، سهل انك تشيلها عكس الانفلتريشن. سلولي جروينج ايردي ديتكتد لانه بيعمل انفلتريشن بدري. تمام؟ ومفيش لمفاتكس عندك فليت سبريت. الكلام ده امسكه اعكسه بقى اكسترنسك. انفلتريتنج طبعا يبقى صعب انها ديفكت اكسسبل و ليت ديتكشن و ايرلي انفيجن انفلتريشن وسبريد و حاجه ثانيه اسالك سؤال، ايه هو الكوزس اوف هورسز فويس؟ ده تجميع كده. بص هو انت عندك سببين اساسيين، السبب الاولاني اكيوت كرونيك لارنجيتس، وفي
خاصة السينجر ريليوز. والسبب التاني اللي احنا قلناه ايه؟ الدانس، الدانس ده تمام؟ طبعا بقى هيس بقى واحد عنده حاجة يسموها لارنجال إديما، سمعت عنها؟ هو ليه الواحد ممكن يموت لو شم غاز كتير؟ مات مختنقا، ميكانيزم الاختناق ده ازاي؟ هو احنا اتفقنا ان اللارنكس دي الجزء اللي في النص الانترنسيك بايند بيه بسكوينز، الجزء اللي تحت ده اسمه ايه؟ هايبوثالامس. ده مين دي؟ عباره عن ايه؟ جلاند، صح؟ ساعتك قاعد عمال تشم بغاز، تشم بغاز، الغاز ده بيدخل دلوقتي بسكوينز، مش هيحصل له حاجه. المشكله فين؟ في الجلاندولا. الجلاند دي هتبدا تبريسكريشن، ويحصل فيها ايه؟ اديما. يحصل ايه في اليوم دلوقتي؟ ديستراكشن. فممكن تضرب كمان في سكتها ايه؟ اي لارنج فاكر الغاز بيدخل الهواء، لارنج ديستراكشن وانفلاميشن، فاكر الغاز بيدخل الهواء، ممكن يعمل عند بعد كده عندنا ديزيزز كبير. الامتحان اعمال السنه كان بيجي فيه مش عارف 15 جمله ام سي كيو، خمسه بيتحلوا و10 كده ما لهمش لازمه ما بيتحلوش، وسؤال نظري. فسؤال النظري اللي جالنا كان اوتيتس ميديا، ما كانش مكتوب في ولا كتاب، تمام؟ ده ما كانش عندنا كتاب الاسم، انت بتخش وانت ايه ورزق. فمن ساعتها راحوا ايه يعني هم كانوا جربوا فينا وبينزلوا الاسئله. في حاجه اسمها اوتيتس ميديا، واحد هيقول لي ايه علاقه ده بشابتر ريسبيريشن؟ تمام؟ ما هم بياخدوه كده ايه على اساس حاجه. هنفهم دلوقتي الليجن ده سبب ايه، وانت هتقدر تقول لي دلوقتي اوتيتس ميديا. كبير تمام، وده اسمه اكسترنال اوديتوري كانال او اكسترنال اوديتوري نيتس، مش قصدي الكلام ده، ده لي معانا كده ثانيه واحده. وبعدين دي الاكسترنال كانال، في اخر الكانال كده في ممبرين اسمه تمبانيك ممبرين، وتمبانيك ممبرين ده بيفصل ما بين الاكسترنال اوديتوري كانال والميدل اير. الميدل اير دي فيها ثلاثه اوسكلز اسمهم ديبس، تمام؟ ديبس وميلس، وايه كمان؟ ميلس مش ميليلس، ميليلس ده في الرجل، تمام؟ مش فاكر الثالثه ايه اللي انا عايز. وبعد كده عندك الانر ماشي؟ الميدل اير في قناه كده بتفتح فتحه فيها اسمها دي تي السكن تيوب، ودي الفتحه قدام ايه بقى؟ قدام الادينويد وقدام التونسل والحته الجميله. القصه هو ما فيها ان احنا كل شغلنا فوق على الابر سبيراتوري تراك اللي هو كده كده موصل بعد كده بالسكن تيوب على الميدل اير. فانت اشمعنى اخترت الميدل اير؟ لان معظم الانفكشن اللي احنا قلناها في الابر سبيراتوري تراك بتضرب لك في الميدل اير. طيب التهاب الاذن الوسطى اسمه اوتيتس ميديا، ازاي يحصل؟ في منه نوعين، اكيوت وكرونيك. الكرونيك ده قذر جدا، تمام؟ وهنشوف دلوقتي يعني بلاوي اوتيتس ميديا. طب الميدل اير دي لاين دي بيه اصلا في جزء منها كده بيبقى ممبرين بسيط، تمام؟ زي كده لما تيجي تتكلم عن اكيوت اوتيتس ميديا الانفلاميشن، اول ما بيبدا خطاره الانفلاميشن، تمام؟ الميدل اير شغلها غير بقيه الانفلاميشن هنا. فالليجن اول ما بيبدا اكيوت نون سبيرتيف انفلاميشن بسيط، واسمه كتارا انفلاميشن. ايه اللي بيحصل في كتارا انفلاميشن؟ في شويه سكريشن بتطلع عند العيان ده. غالبا العيان ما بيتعالجش كويس. طب والسؤال ايه اللي خلى الانفكشن اصلا تيجي للميدل اير؟ غالبا كان ديزيز فين؟ في الابر سبيرتيف تراك، التونسل، الادينويد، وعمل انفكشن في اليوستيكيال تيوب ودخل من اليوستيكيال تيوب على الميدل اير، ماشي؟ طيب العيان ده بيجي له اكيوت انفلاميشن فين؟ في الميدل اير، في الطبقه دي، فبيبدا كانه كتارا انفلاميشن. ولو ما كانش عمق يدخل مني في ايه؟ في سكندري بايوجينيك انفكشن، فيبدا الى اكيوت سبيوراتيف، وهي دي بقى المصيبه كلها. الاكيوت سبيوراتيف ده يعني ايه؟ يعني جوه الميدل اير في ايه؟ بص
الباص ده يعمل تنشن. دلوقتي انت عندك باص كانه في كافيتي تمام، ويعمل تنشن. التنشن والضغط ده دلوقتي ممكن في الاخر يعمل ايه في التمبانيك ميمبرين؟ بيرفوريتد اير درام، يخرم لك الاير درام او التمبانيك ميمبرين. ماشي؟ طيب يبقى في الحاله دي البايولوجينيك او البيرولنت ده حصل نتيجه سكندري بايولوجينيك انفكشن ستاف او ستريب، ودخل عندك الستاف او الستريب ده عمله ودخل قلب الدنيا كلها وحول العيان ده من كتاره من شويه ميكس بسيط الى بص. البص ده بيبدا يزيد يعمل بريشر يخرج من الاير درام. كتير قوي بنلاقي حالات عنده بيرفوريتد، يا اما الدكتور هو اللي فتح تمام، ودي ساعات بتضطر انت تفتح للعيان ده. والسؤال الثاني، افتح الدرام ازاي؟ منين؟ من بره مش شكرا. منين؟ يعني افتح ادخل من السكين دي وافتح ازاي؟ افتح الدرام للعيان ده في اي حته، فوق ولا تحت؟ تحت. ليه؟ هو البص كله هيبدا يصب هنا الا في حالات معينه تمام. اصل انت لو فتحت من فوق، فتحت الدرام ده من فوق هيفضي الكميه اللي فوق دي بس، صح؟ والباقي هينزل تحت. فدايما لما بيجي يصفي العيان ويعملوا بيرفوريشن للدرام بيبدا من تحت. المهم مين؟ حسب طريقه الشق نعمل اسبيريشن تمام؟ اسبيريشن للدرام. يعني هو هيسمع تاني؟ هبعتك الواحد بيعمل اسبيريشن عينه تمام؟ وهيعمل اسبيريشن من يوسيك هيلثي ان شاء الله. بصوا يا باشوات، التايتس ميديا التهاب الاذن الوسطى ده، حد فيكم يجي له التهاب الاذن الوسطى؟ او جاله قبل كده؟ هو ممكن يجي واحنا ما خدناش بالنا. انت بتحسي ان الممبرين هيفرق. طيب السؤال، ايه اللي حصل عندك؟ انفلاميشن كان عنده غالبا ما بيبقى العيان ده عنده ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، يا تونسيلايتس عادل يا ادينويد. طيب طلعت انفكشن، دخل على السكند تيوب، دخل على الممبرين ده، فبيبدا عندك اكيوت كتارا وتايتس ميديا، وبعدين غالبا ما بيخفش، ما خدش علاج كويس، دخلت في المرحله اللي بعديها اكيوت سبيوريتيف وتايتس ميديا. البص اللي عندك ده قدامك سكه من اثنين، يا اما تبقى كميه قليله وتاخد انتي بيوتيك كويس محترم ويبدا يقل شويه. خد بالك من حاجه، لازم ما تعالجش كده، لازم تعالج السبب الرئيسي. فهمتوا؟ عشان كده قلت لكم لازم تعالج الكوز كمان مع علاج السيمبتوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طب لو العيان ده ما خدش انتي بيوتيك ايه اللي هيحصل له؟ بيرفوريتد درام. او المصيبه بقى انه يقلب من اكيوت الى كرونيك. يبقى الاكيوت تايتس ميديا من الحاجات المهمه اللي عباره عن التهاب بيحصل في الميدل اير. سورس الانفكشن اللي جاله منين يا مغربي؟ من السراوندنج تيشو، من التونسل او الادرينويد السكند تيوب، من اي حته ثانيه. طيب العيان ده دلوقتي ايه اللي هيحصل له؟ هيبدا يتكون عنده بص، الاول كتارل وبعد كده بص. السؤال بقى اللي بيجي في الامتحان، وده اهم سؤال في الامتحان في الجزئيه دي، كومبليكيشن اوف تايتس ميديا. هو لو جاب لك السؤال كومبليكيشن اوف تايتس ميديا وده اللي جالنا وده اللي بيجي دايما لما بيجي تايتس ميديا تمام. وهنا احنا الحمد لله كان عندنا اناتومي، فادي تايتس ميديا هتعمل ايه؟ هتفرقع التهاب اذن وسطى، وانا معلوماتي كلها ما كنتش اعرف لا تترل ولا في مكان خالص. انا عارف ان تايتس ميديا يعني واحد عنده التهاب في الاذن الوسطى وفيها بص، بس ده كان معلوماتي، هذا هو كل اللي كنت اعرفه وانا داخل الامتحان تمام. فالعيان ده دلوقتي كل اللي انا عايز اعمله ايه؟ عايز اطلع البص ده اخرجه بره التايتس ميديا او يحصل سبريد بس. حلو، فين الميدل اير؟ جوه هنا تمام. الميدل اير دلوقتي هتطلع الانفكشن فين؟ ممكن تطلع لك الانفكشن وتخرم لك الاير درام ده، صح؟ وتعمل لك بيرفوريشن بالدرام. وممكن ترجع لك الانفكشن في اليوستيكال تيوب وينزل ويروح للادينويد والكلام ده كله. وممكن تطلع فوق، فوق فين؟ ده اسمه الفيتراس بون، ماشي يا صلاح؟ فهي تعمل بتروسايتس. او ممكن ترجع ورا هنا، العظمه اللي ورا دي اسمها
مصطوي بتاع ده ابراهيم المصطوي دي تنزل فيها نزلت مصطوي ها ذكاري وده فالعيان ده يحصل عنده ايه ديفنس بس مؤقت يعني تمام ما هو الميدل اير مقفوله في البصق وضربت البستويد اللي المفروض بتوزع الهواء اللي بيشيل الصوت فانت دلوقتي بقى عندك كوندكتيف ديفنس وير ديفنس ما عليك اسوأ مصايب الاوتيتس ميديا بقى انها تطلع على الفيترس وعلى التمبورال في حاجه اسمها الميجري فينز الميجري فينز دول بيدخلوا جوه السكال ومن السكال يدخلوا في الجزئيه دي اسمها ساجيتال تمام سوبيرور ساجيتال ساينس يعمل فيها ثرومبوزس ايه بقى المشكله لو دخل في سوبيرور ساجيتال ثرومبوز الجزء اللي ماشي ما بين الاثنين سيريبرم بتوع المخ دول اسمه سوبيرور ساجيتال ساينس هتروح ضرباهم والعيان ده بقى بالسلامة كده ممكن يدخل بقى في انكفالوباسي الكلام ده كله الدنيا باظت يبقى الكومبليكيشن بتاعت الاوتيتس ميديا خد بالك منها كويس قوي هو مينلي سبريد اوف انفكشن وهي اقعد الف بقى تمام السبريد اوف انفكشن ممكن تطلع فوق للفيترس والانتركرينيال والكلام ده كله وازاي تدخل المخ عن طريق ايه بشوي حاجه اسمها الميجري بين ايه الميجري بين دي ميجري بتصب في الاخر في السوبيريور سيجمنت تمام بتطلع من جوه لبره اي حاجه من جوه البرين لبره تطلع من جوه لبره هتركع فيها الدم برضه ترجع تاني من جوه برضه طيب على الايه طبعا ما تدخل على الانر ومن غير ما تدخل على الانر هي دلوقتي عامله ضغط صح العيان ده دلوقتي هيجي يشتكي من مشكلتين دي وظيفه الانر ايه الايكوليبريم بالسلام تلاقيه ماشي بيتطوح وايه كمان والهيب لا عنده مشكلتين لا سامع ولا في اتزان عنده طب في الاطفال اللي عنده تاكس ميديا ده هيجي يشتكي من ايه كل شويه عمال يعمل كده تلاقي الطفل كل شويه عمال ماسك ودانه وعمال يعني هياكل دايما تلاقي الطفل عمال يلعب في ودانه تمام بس بيلعب في ودانه باستمرار تلاقي واد ماسك ودانه تعال حبيبي عارفك انا عيان مش الوقت تمام فالطفل اصل هو مشكله الطفل ما بيعرفش يتكلم فهيجي يقول لك تمام طيب كده خلصنا من الاكيوت ندخل بقى في الكرونيك الكرونيك دي مقرفه قوي تمام كويس ان انتوا مش عندكم تفاصيل كتير فيها انتوا بتاخدوها بالتفصيل في الايفنج دي السنه الجايه العيان ما تعالجش وقلب يا دكتوره مونيكا الى حاجه اسمها كرونيك اوتيتس ميديا الكرونيك اوتيتس ميديا دي بيحصل معاكي حاجتين يقول لك النوع الجميل السيف تايب اللي فيهم انه عمل بيرفوريتد سيلتا او بيرفوريتد سيلتا تنبلك ممبرين ده الجميل فيهم خرم الممبرين وخلاص ففي ناس بيقولوا عليه سكريتوري معرفش الكلمه دي مكتوبه عندكم السيف مكتوب سكريتوري نعم ماشي هو ده بقى الكرونيك اللي انا بتكلم عنه السكريتوري المقصود بيه ايه هو العيان دلوقتي انت عملت ايه خرمت الدرام بتاعه فبدا يطلع ايه سكريت بص كان في فيلم يا ولاد فيلم من افلام نور الشريف عارف طبعا افلام نور الشريف وما ادراك ما افلام نور الشريف كان في فيلم اسمه الصرخه باين فيلم كده هم خدوهم وحطوهم في حاجه بتعمل تردد فوق ال 20000 هرتز هو طبعا الكلام ده مش موجود غير في الفيلم لان ما عندناش جهاز بيطلع تردد اعلى من 20000 هرتز الحاجه الثانيه هو انت لو عندك وطواط جنبك مربي وطواط في البيت والوطواط ده عمال يطلع اصوات اعلى من 20000 هرتز هيحصل لك حاجه
هو غالبا المخرج يعني كان عنده مشكله. الحاجه الثانيه دي المصيبه الثانيه، هو لما فاراد انه عمل بيرفوريتد درامز مطلع اكياس دم يا ولاد تمام عماله تنزل من ودانه. حضرتك اللي بيحصل له بيرفوريتد درام ما بيكتشفش ان حصل له اصلا بيرفوريتد درام، لان الممبرين ده كميه الفاسكولاريتي فيه قليله، الدم اللي موجود مش هيكفي انه يطلع من الكنال، يعني كميه الدم القليله. فطبعا كان منظر بقى وكتافهم كلها دم. اه والله افلام مصر انت بتلبس يا ولاد بيتك حمراء وبنك. احنا بناخد الاوسكار من شويه. كان برضه من الساعه 7 كام؟ حاجات جميله قوي. احنا بس ان شاء الله يا ولاد نزلنا في الناس كده هتلاقوا في عبده فيها دوبه معانا في الليفر 5 مواد. فلما تتخرم الدرام يا اولاد، بص يا ابراهيم، الدرام لما هيحصل فيها بيرفوريشن مفيش الدم اللي انت متخيله والافلام دي، هو كل اللي بيحصل ان في بص هيطلع. هو ده كويس، التنشن هيقل قوي والدنيا هترتاح وزي الفل. ايه يعني شويه ديفكت في الهيرنج عادي تمام. اقعد بقى فديفكت في الهيرنج ما بيقلش الصوت قوي يعني 70% بس تمام. فكده بالسلامه. طيب الناحيه الثانيه دي بقى المصيبه، الان سيف سايد. الان سيف ده بقى مشكله كبيره، بيحصل ابنورمال اريتيشن. هو المفروض الجزء اللي هنا ده اولاد لاين فايبريشن. حاضر انا هقول ده سكويموس بروسيجر تمام. فانت دلوقتي ايه اللي حصل عندك؟ في بص خرج فبيبدا بقى ياكل ويحلل في التيشو اللي حواليه ده. التيشو ده سكويموس، ممكن السكويموس ده يبدا يقع فين؟ عندك جوه ايه ده؟ جوه الميدل اير. ويا سلام بقى كمان لو بقى كيراتينايز. طيب فيعمل لك ماس. الماس دي متكونه من ايه يا ولاد؟ من البص ومن الابيثيليوم ومن الكيراتين. فاي ماس سميناها ايه؟ كوما. الماس دي بيبقى لونها مسفر صح، وبتبقى بلكي كده ماس، ودي ليتر اون ممكن تقلب بكانسر يعني. فلما شافوها سموها كوليستياتوما. هو ما اعرفش سمعتوا مصطلح حاجه اسمها كوليستيا، اسمها ايه دي؟ كوليستيريا. و كلمه كوليستياتوما اصلا ما اعرفش يعني كلمه كوليستيرول. اللفظ ده اول ما شافوها وشافوا الماس الصفرة دي كانوا فاكرين ان ده حاجه فاتي، فكانوا فاكرين ان ده فات سكريشن موجود عندك. بس لما حللوها ليتر اون اكتشفوا ان الكلام ده غلط، انها عباره عن بص مع كيراتين مع سكويموس بروسيليوم جاي من الاكسترنال ديتري كانال. الاكسترنال سيرفيس متعلق بالديتري كانال. خد بالك ان سيرفيس الاكسترنال مش الانترنال، لان الانترنال ده فيه الهير والقرف ده بقى كله تمام، وبرده الاكسترنال بيبقى فيه الهير، بس هو الاكسترنال سيرفيس المقصود بيه ان هو بيبقى موستلي سكويموس كيليسيم. يبقى دلوقتي يا دكتوره ايه، العيان اللي قدامي عنده بيرفوريتد درام خرمها، ده سيف تايب حلو مفيش مشكله. زاد الموضوع اكتر وبدا البص يحلل في الابيثيليوم اللي هنا، وبدا البص ده يتعجن دلوقتي عندي مع الابيثيليوم ومع الكونتنت والكيراتين، عمل لي ماس اسمها كوليستياتوما. الكوليستياتوما دي تاخدوها في السبيشال، في منها بقى في الاي ان تي قصدي، في منها نوعين. نوع اقل ضررا، وده ايه يعني هيجي يضرب الثلاثه اوسكلز ويفرتكهم كلهم، والنوع الثاني ده بقى بيقلب بكانسر. ماشي ده كده الاوتايتس. طيب اهم سؤال عندي عن الاوتايتس ميديا، يعني الاوتايتس ميديا دي تتقلب بس تعرف عناوينها. بس اهم حاجه ايه هي؟ الكومبليكيشن والاوتايتس ميديا. والكومبليكيشن والاوتايتس ميديا ارسم الرسمه وفرق كده ايه عليها. ماشي لحد دلوقتي ايه اهم جزء احنا درسناه في حصه النهارده؟ الكانسر دايركس ده مهم جدا جدا جدا، والكومبليكيشن بتاعت الاوتايتس ميديا. اخر حاجه بقى نختم بيها حاجه اسمها اتليكتيزس، كنا سايبينه ده.
التريبتيزس ده في حاجة اسمها التريبتيزس وفي حاجة اسمها كولابس. هو في الكتاب عندنا ما فرقش ما بين الاثنين، فالاثنين معناهم ان اللنج فيه فيلير في الانفليشن، يعني الاير مش قادر يدخل جوه الالفيولاي او الاير اتطرد من الالفيولاي. هو بره بيعتبروا الاتريكتيزس ان دي لنج مقفوله او الالفيولاي مقفوله وما دخلتش اول قبل كده. يبقى معنى كده ان الاتريكتيزس مين بيبقى كونجنيتال او في ديفكت. معنى من التفاصيل المهمه دي الاتريكتيزس ده يعني الالفيولاي دلوقتي قدام سعادتك ما فيهاش هواء، وما فيهاش هواء اتقفلت على بعض. السؤال بقى دايما اسال نفسك، طب ليه الالفيولاي حصل فيها الكولابس؟ في نوع اتكلمنا عنه لما كانت البلورة مليانه هواء شديد قوي، والهواء ده بدا يبقى ليه بريشر عالي، فبدا يعمل ايه على السراوندنج؟ يضغط على الالفيولاي. ضغط على الالفيولاي كلها، طرد الهواء اللي فيها، عمل العيان ده كولابس، فسموا ده كومبريشن اتريكتيزس. النوع الثاني، وده اعتقد وصلتكم قبل كده، المفروض الالفيولاي لو كان فيها partial obstruction، الهواء يدخل اثناء الانسبيريشن، يجي في الاكسبيريشن يخرج، فيبقى فيه ايه؟ بقى كانه كومبليت، صح؟ فيبدا العيان ده يحصل له انفيزيب. مش ده اللي انا عايزه، انا عايز لو العيان ده عنده الاوبستراكشن كومبليت اوبستراكشن، الهواء مش هيدخل، صح؟ يجي في الانسبيريشن يلاقيها كومبليت اوبستراكشن مش هيدخل. طب والهواء اللي كان اوريدي جوه بقى يحصل له ايه؟ ما فيش هواء، ايه كده كده ما فيش اير. الهواء اللي كان ترابد بقى اوريدي هنا المحبوس هنا يحصل له ايه؟ ترى عندي في حاجه اسمها البورز كون. ايه البورز كون ده؟ كوميونيكيشن ما بين الالفيولاي. يبدا يخرج الهواء ده من نفسه، يحصل له ريزوبشن، يبتدي يقل بالتدريج، فتبدا تمام فرد كاوتش وانت خارج فيها خرم، تمام؟ وبدات تهوي 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 لحد ما تخلص كل الهواء اللي جواها، تمام؟ بس طيب النوع ده بقى بيسموه ايه؟ بيسموه العمليه دي احنا قلنا بيسموها عمليه الريزوربشن. يعني ايه؟ الهواء بالتدريج كده حصل له امتصاص، خرج الهواء كله بره اللنج الجلاج، فدي بيسموها ريزوربشن. يبقى ايه اللي بيحصل في الريزوربشن؟ كومبليت كونستراكشن للميوكس بلاج، صح؟ والتراب دي اير اللي جوه الشريط حصل له ايه؟ خرج ازاي؟ من البورز اوف كونز بالريزوربشن. مش مكتوب عندك البورز اوف كونز، مش مهم. طيب النوع الثالث بقى اللنج الالفيولاي، حصل سيفير ديستراكشن في الحته دي كلها الالفيولاي، وحصل فيه سيفير ديستراكشن وهي باي فايبروزس، فيسموا ده الكونتراكتايل او الريتراكشن تايب او الفايبروتيك تايب. ده كله بيعمل ايه؟ فايبروزس. طب لما الفايبروزس يحصل يعمل ايه على الالفيولاي اللي في النص؟ يفعص. طب ولما يفعص الالفيولاي يطرد الهواء اللي جوه. يبقى انت عندك ثلاث حاجات، يا اما كومبريشن وده في حالات اي حاجه ضغط على الالفيولاي، مش شرط يبقى نيموسورس، ممكن مالجنت تيومر تي بي، اي حاجه تضغط على الالفيولاي. وممكن يكون النوع الثاني اللي هو فايبروتيك، اي ديزيز هيد فايبروزيس يحصل. واخر حاجه الريزوربشن، وده بيحصل ازاي؟ عملت كومبليت اوبستراكشن للميوكس بلاك. يبقى دلوقتي يا عبد الله ايه انواع الاكتيفيتيز؟ ريزوربشن كومبريشن ازاي؟ ما ربط تضغط من بره باي حاجه تعمل كومبريشن عليه، يا نيموثوركس مينلي يا لانج تيومر كمان. طيب بعدين دكتوره روان، النوع الثاني اسمه فايبروتيك او كونتراكتايل او رياكشن، ليه اسامي كتير قوي، وده بيحصل في حالات الفايبروزس. عملت فايبروزس على لانج الجولاي، واخر نوع اسمه دكتوره ايوه ريزوربشن. حصل ازاي؟ كومبليت اوبستراكشن للميوكس بلاك. طب والهواء الترابد ده خرج ازاي؟ خرج من البورز. طب ايه المشكله يعني لما الالفيولاي يحصل فيها كولابس؟ انها بقت جود ميديا للانفكشن، انت دلوقتي مفيش هواء هيطرد، فالبكتيريا ممكن تعمل لك انفكشن. يبقى كتير قوي العينين دول بيدخل البكتيريا انفكشن ونمونيا. طب وايه كمان؟ ده الاهم بقى، العيان ده دلوقتي الريسبيريشن اخباره ايه عنده؟ هيقل، صح؟
الحاجة الثالثة بقى، ويا سلام على الذكاء بقى لما يشتغل. بص كده، اثنين لانج عندك اهو صح، الحته دي ما فيهاش هواء ليه؟ لانها كولابسد خالص. احنا قلنا الميديا ساينا موجوده في النص ليه؟ عشان الهواء والضغط بتاع اللانج دي المفروض قد دي. طب انت دلوقتي رحت جاي مفرغ الحته دي كلها من الهواء، فالضغط فيها هيحصل له ايه؟ هيقل، فالهواء الناحيه الثانيه بقى اعلى من الناحيه دي، فالميديا الساينم تبقى شيفت تو ذا سيم سايد، يبقى شيفت اوف ذا ميديا الساينم تو ذا سيم سايد. ليه ذا سيم سايد؟ لان المنطقه دي بقى الضغط فيها تمام. كان في حاجه اوبوزيت سايد. اوبوزيت سايد ازاي؟ لو انت عندك بص دلوقتي الحته دي فيها هواء ولا ما فيهاش؟ صح، يبقى الضغط فيها حصل له ايه؟ فاللانج دي بالنسبه لها سليم، فالضغط فيها اعلى من دي، فتزق فين؟ هي دي اللي هتزق. لما هتزق هتزق نفس السايد اللي كان فيه ايه؟ اللي فيه الاتريتس. ماشي؟ كان في حاجه اوبزيت سايد. النيمو سوركس بقى، لان هو زود الضغط في الالفيراي تمام؟ او زود الضغط في اللنج نفسها فده. ادي كده الاتريتس تمام؟ الحصه الجايه هعمل على النمونيا والبروكوجينيك كارسينوما، يعني سيبك من جزء السي او دي، خلينا في النمونيا والبروكوجينيك كارسينوما والابر اسبيراتوري. ركوا ده علشان ده بس محتاج